المنافسة الأخيرة وملخص النهاية في نهاية انطلاقات هذا الصباح. البداية بدأت مشاهدين الكرام مشكورة لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي بست دقائق خمس ثواني وستة من الأجزاء من الثواني لتحتل صدارة هذا الشوط الأول والمحليات الأصايل، بينما يأتي هذا الشعار مرة أخرى ليضيف مع بنت مفدع الانطلاق الثاني حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ست دقائق سبع ثواني خمسة من الأجزاء من الثواني، بينما مشاهدين الكرام حل في المركز الأول رعد في شوطنا الثالث في انطلاقات صباح هذا اليوم، ويهدي هالي الهباب أجمل تحية وناموس محمد بن خميس بن هندي المهيري بمنصور بست دقائق خمس ثواني سبعة من الأجزاء من الثواني تارينا وناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما الشوط الرابع ذهب لهالي العين وهالي الطوية لسعيد عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري حيث وصل الواصل بست دقائق ثمان ثواني خمسة من الأجزاء من الثانية ليحقق انتصار لهذا الشعار في هذا الموسم، كذلك مع إضافة نقاط أخرى، بينما شوطنا الخامس والشوط الثاني للمحليات الأصايل ذهب مع سهيل بن سالم بن قناص العامري ليفوز بهذه الانطلاقة وهذا التحدي بست دقائق سبع من الثواني وثلاث من الأجزاء من الثواني تانينا والناموس وسعد الله صباحك يا بن قناص، بينما المهجنات الأصايل ذهبت إلى المملكة العربية السعودية وحضرت اليازي في هذه الانطلاقة لفيصل بن خالد بن سعود بن حثلين على هذا الفوز، نهنيه ونبارك له بست دقائق ثمان ثواني ستة من الأجزاء من الثواني تهانينا والناموس واسعد الله صباحك يا أبو خالد، بينما شوطنا السابع حضر عون في هذه الانطلاقة ويحضر شعار بن قناص العامري من جديد أحمد بن حزمي بن قناص العامري بست دقائق سبع ثواني ثلاثة أجزاء من الثانية توقيت زمني ليضيف إنجازا آخر في سجل هذا الشعار في صباح هذا اليوم، بينما الشوط الثامن ونهاية الجولة الثانية يأتي براق لأحمد بن سعيد بن سالم الرميثي ليفوز بهذا الانتصار وتحقيق الفوز بست دقائق وحد عشر ثانية وأربعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس وصباح الخير يا هالي السمحة، بينما الشوط التاسع أيها الحفل الكريم حضرت مذيار وحضر عبد الله بن خليفة بن مايد المسافري وحضر هالي راس الخيمة وهالي السوان بست دقائق 11 ثانية حضرت هذه المذيار لتحقق الانتصار توزيع ووزعت الفوز والناموس وتحضر لتحقق النقطة الثالثة لشعار الوهيبي وشعار محمود بن محمد بن سالم الوهيبي حيث حققت الانتصار في ست دقائق ثمان ثواني وتسعة من الأجزاء من الثواني لتؤديها للسلطنة الناموس الثالث في هذا الصباح، بينما شوطنا الحادي عشر مشاهدين الكرام مع الجعدان المحليات الأصايل حضر مشاهين لسعيد بن عامر بن سالم المغيري من أهالي السلطنة ليحقق انتصار ويضيف هذا الناموس لأهالي بدية بست دقائق 11 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس، بينما الختام حضر مع الفارس للسهيل بن سالم بن قناص العامري ليهديها لي زاخر هذا الفوز المستحق في ختام الانطلاقات الصباحية بست دقائق ثمان أو تسع ثواني وثانية واحدة من أو جزء واحد من الثانية تهانينا والناموس للسهيل بن سالم بن قناص العامري وكذلك النقطة الثالثة لهذا الشعار. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي للختام، تقبلوا تحيات الأستاذ تيسير شنابلة من أدار وأخرج هذا اللقاء في الفترة الصباحية، بينما الفترة المسائية نذكر بها الجميع ستكون إن شاء الله في الساعة الثالثة من بعد ظهري هذا اليوم لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ما عليكم إلا متابعة قناة دبي ريسنج الذي تنقل لكم الأحداث مباشرة من قلب الحدث. تحياتي محدثكم حامد بضبيب الشامسي في الختام وإلى اللقاء.